مؤلف رحمه الله التصوير التصوير. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: فعيلا اجعل الثلاثي اذا صغرته نحو قذي في قلا، فعيعل مع فعيعل لما فقك جعل درهم دريهما، وما به لمنتهى الجمع وصل به الى امثله التصغير صل، وجائز تعويض يا قبل الطرف ان كان بعض الاسم فيه من حذف، وحائد عن القياس كل ما خالف في البابين حكم الرسم لتلوي التصغير من قبل علم تانيث او مدته الفتح حتم، كذاك ما مدت افعال سبق او مد سكرنا وما به التحق، والف التانيث حيث مد وتاؤه منفصلين عد، كذا المزيد اخرا للنسب، وعجز المضاف والمركب، وهكذا زياده افعلان من بعد اربع كزعفران، وقدر انفصال ما دل على تثنية أو جمع تصحيح جلا، والف التانيث ذو القصرمة زاد على أربعة ليثبت، وعند تصغير حبار خير من الحبير فدر والحبير، وذو الياصل ثانيا لننقلب، فقيمة صير قويمة تصب، وشذ في عيد عييد وحتم للجمع من زمان تصغير علم، والالف الثاني المزيد يجعل، وهو الكلام الأصل به يجهل، وكمل المنقوص في التصغير ما لم يحفظ غير الثاء تاء ثالثا كما، ومن بترخيم يصغر اكتفى بالاصل كالعطيف يعني المقفى، واختم بتتانيث ما صغرت من مؤنث عالي ثلاثي ينكسم ما لم يكن بالتاء وراد لبس كشجر وبقر وخمس، وشد ترك دون لبس وندر لحاق تاء فيما ثلاثي ينكثر، وصغروا شذوذا الا ذلتي ولا مع الفروع منها تاوتي. التصغير في اللغه العربيه التحقير، وفي الاصطلاح تغيير مخصوص. قال السيبوي: التصغير والتكسير من واد واحد، ولذلك ذكره ابن مالك عاقبه، ويجتمعان في احكام كثيره سوف ترد ان شاء الله. اغراض قالوا جعلوا الفتحه والالف للتكسير تقول مساجد، وجعلوا الضمه والياء للتصغير قالوا الجمع ثقيل، أعطي الفتحة والألف وهما خفيفان والمفرد خفيف، فأعطي الضمة والياء وهما ثقيلان. أغراض التصغير: تصغر العرب لأغراض، إما تصغير ما يتوهم أنه كبير كجبيل، وتحقير ما يتوهم أنه عظيم كسبيع في سبع، وتقليل ما يتوهم أنه كثير كدريهمات، وتقريب ما يتوهم أنه بعيد كبعيد المغرب وقبيل العشاء. هذا الذي ذكره، وأضاف الكوفيون معنى خامسا وهو للتعظيم. التصغير للتعظيم. قال الشاعر: وكل أناس سوف تدخل بينهم دويهية تصفر منها الأنامل. دويهية الموت، هذا للتعظيم، نسأل الله حسن الخاتمة والموت على الإيمان. قال عمر رضي الله عنه في حق ابن مسعود: كنيف مليء علما، الكنف وعاء الراعي، وعاء الراعي، فجمع بينه وبين مسعود لأن كل منهما يحفظ ما جمع فيه ما أودعه. قال: كنيف تصير كنف، وتقول العرب: أنا جذيلها المحكك. جذيل خشبة توضع في مكان الإبل حتى تحتك بها الإبل الجربة، ومفرد ومكبره جل، وتقول العرب: أنا عذيقها المرجب. تصير علق، وهو النخلة الكريمة تحاط بما يحفظها من الحيوانات وغيرها. هذا كل التعظيم. أما قوله التصير خاص بالأسماء المتمكنة، الأسماء غير المتمكنة كالضمائر وأسماء الاستفهام وأسماء الشرط لا تصغر، الأفعال لا تصغر. التصغير في المعنى وصف، والفعل لا يوصف. واضح؟ وشذ التصغير أفعل في التعجب، أفعل في التعجب تقول: يا مأميرحة أو إزلالا شدن لنا من هؤلاء كنا الضال والسمري. واستدل بالبيت الكوفيون على أن أفعل في التعجب اسم، قالوا لا يصغر للاسم. قال رحمه الله: إذا كان الاسم ثلاثيا كجبل فليس فيه إلا أن تضم أوله
وتفتح ذانيه وتجعل بعده ياء تصير، وهذا العمل يقول في جبل جبيل وفي فلس فليس. فإن كان أكثر من ذلك حروف وصول كجعفر تقول فيه جعيفر بضم أوله وفتح ثانيه ووضع ياء التصيل وكسر ما بعدها، كسر ما بعدها ما قولهم فعيل أن يجعل الثلاثية إذا صغرته نحو قلي في قلى فعيل ما فعيل لما فقع لو زان ثلاثة فقط فعيل 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 وليس غير ذلك. وهذا الباب، هذا الباب ميزانه الصرفي خاص به يخالف جميع الأبواب الأخرى في النحو. ميزان الصرفي إذا قيل لك صغر إصبع تقول أصيبع فعيل، الحقيقة هي ليست فعيل هي أفعل، يعني همزة زائدة واضح؟ فعيل مع فعيل لما فاق كجعل دهم دريما قال رحمه الله وما به لمنتهى الجمع وصل به إلى أن تصل اتحد هنا مع جموع التكسير. قال ما وصلت به هناك صل به هنا، فتقول بجموع التكسير في سفرجل، سفرجل تقول سفارج بحذف اللام لقوله قبل هذا والرابع وزائد العادل الرباع احذفهما لم يكن لين اثره الا ختم، فتقول سفرجل تقول سفارج وتقول هنا سفيري بحذف اللام. ولك في نحو فرزدق الوجهان فرازد وفريزد، ولك ان تقول فرازق وفريزق، وتقول في نحو فدوكس فدوكس فداكس بحذف الواو، ولك هنا ان تقول فديكس بحذف الواو ايضا لانه زائد، وتقول في نحو عصفور عصافير وهنا عصيفير، وفي مصباح مصابيح وهنا مصيبيح، انتهت احكامهما. ولك في نحو مستدع والسين والتاء منك مستدع ازل، تقول هنا هناك مداع وهنا مديع، وتقول في ألندا ويلندا ألاند ألاند وألاد، ولك هنا أوليند وأوليد بحذف النون أو بحذف الألف، ولك التخير في نحو سرندا عبرنا عبرنا سرندا ألندا لك الوجهان، تقول علاند وتقول أوليند وتقول علاد وتقول أوليد. أنا أقول وما به لمنتهى الجمع وصل به إلى أمثلة التصيل يصل وجائز تعويض لها قبل الطرف. هذه عادة بن مالك، إذا كان البابان يتحدان في حكم معين أخره إلى الثاني منهما، قال لك الزيادة يا قبل الآخر تعويضا، فتقول في سفرجل سفارج وسفاريج للتعويض وسفيري وسفيريج. إذا جاءك في البابين ما حاد عن القياس فقف عندما سمعت منهم، يقولون في تصير مغرب مغيربان، وفي تصير ليلة لييلية، وفي تصير رجل رويجل، وفي تصير جمع كراع أكارع وباطل أباطيل، وابن بجمع يقولون أبينون وأبينين، هذا كله شاذ. أنا قوله وحائد عن القياس كل ما خالف في البابين حكم الرسم أقرأ. سبق أن قالنا أن ياء التصيل لا يليها إلا الكسرة، استثنى من ذلك إذا كان الحرف الذي بعدها ليس حرف إعراب وتليه تاء التنيث، تاء التنيث أقوى من ياء التصيل، وتاء التنيث تحكم على ما قبلها أن يكون مفتوحا شجرة، فتقول في تصيير شجرة شجيرة فتحت الراء وهي واقعة بعد ياء التصيير لأنه بعدها تاء التنيث شجرة من قبل التنيث أو مدته قبل التنيث أو مدته، فتقول في حبلى حبيلة، وتقول في صحراء صحيرة. أنا أقول لتلي التصيير من قبل عالم تنيث أو مدته، مدته جزاك الله خير مدته مقصورة أو ممدودة، اما الف الالحاق مقصوره او ممدوده، الله يكرمك الله مقصوره او ممدوده الالحاق ليس لك الا ان تقلب ما ان تكسر ما بعد التصيل،
فتقول في علباء، علباء الذي في الإلحاق بقرطاس تقول عليب، تكسر ما قبلها فتحذف الممدودة، الهمزة تحذفه والألف تقلب ياء. قانون في العربية أن الألف إذا سبقتها كسرة تقلب ياء. تقول في قال بنبي المجهول قيل قلبت أنوارها، وتقول في عزها، عزها أو ذفرى ذفير بكسر ما قبلها فتصير منقوصة كقاض. سهلا هذه ألف الحاق نوعان ممدودة ومقصورة، ذفرى الحاقي بدرهم، علقى الحاقي بجعفر، والممدودة نحو علبة، هذا المحل من الفرس عرقاني هنا الفرس، علبة الحاقي بقرطاس، قوبة الحاقي بقرناس. ولتلوية التصيل من قبل عالم تأنيثنا ومدتنا كذلك ما مدتها فعال سبق اللي قبل مدتها فعال كأطفال، أطفال إذا صغت تقول طيفال، لأن هذه الأفعال لا بد أن تسبق، لو سبقتها كسرة تنقلب ياء، وأنت تريد أن تحافظ على بنية جمع القلة، أطفال فإن تسمى قلة ومد سكران مما ونحو مد سكران ونحوه مما يجمع تكسيرا على مما لا يجمع تكسيرا على فعالين، سكران تقول سكيران، غضبان غضيبان، فإن كانت تكسيره على فعالين، على فعالين كسر نحو السلطان يجمع على سلاطين، ويكسر على سليطين، بستان يجمع على بساتين ويكسر ويصار على بسيتين، هذا لا تكسر لا تفتح، لا يفتح فيه ما قبل الألف فعلان، بل يكسر فتنقلب الألف ياء. يعني أنا أقول لي كذاك ما مدت أفعال سبق ومد سكرنا وما في أقرأ هذا استثناء على قوله وما به لمنتهى الجمع يوصل، لأن هذه الأشياء إذا صغرت لا تحاول حذفها، صغر ما قبلها مقدرا لانفصالها ثم أعدها. وألف التأنيث الممدودة نحو صحراء، صحراء اجعل الكلمة صاد حاء راء صغرها ثم تقول صحراء، قرفصاء، قرفصاء، قرفصاء اجعلها كبرذل فصغرها مقدر انفصال الألف والهمزة فتقول قريفصاء، اكسر ما بعد ياء التصغير، لا تحاول الحذف حتى تقول هذا يخل بالبنية، لا ليس لك ذلك، اعتبر ان 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 ما بعد الحرف الرابع غير موجود وصغيره وعدها. نعم انا اقول ايه والف تهيئ مد وتاؤه كذلك تقول في 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 دحرجه، دحرجه دحيريجه دحي، اكسر ما بعد ياء التصغير، لان ما بعد ياء التصغير ما تصغير ليس حرف اعراب، دحيريجه لا يلي التاء، ما بعد ياء التصغير الراء لا يلتا تلي الجيم، واضحة؟ أنا قوله دحيرجة دحرجة لو صغرت تقول دحيرجة، لا تحاول حذف التاء وتقول هذا يخل بالبنية، لا صغرها مقدرا انفصاله ثم أعدها. أنا كذا كمان كذا المزيد آخر كذلك الزيادة للنسب، زيادة النسب كذا المزيد وآخر النسب كعبقري، عبقري صغر عبقر فتقول عبيقري. وعجز المضاف والمركب، وعجز المضاف عبد شمس، عبد شمس هذه ستة أحرف لكن شمس تركها فتقول عبيد شمس، والمركب دخل هذا المركب وكذلك مثله المركب المزي، المركب المزي نحو خمسة عشر تصغر صدره تقول خميسة عشر، وهكذا زيادة زيادة ثلاثة من بعد أربع، بعد أربع زعفران كزعفر كجعفر تقول زعي في إيران وعبو ثران عبي في إيران. وقدر انفصال ما دل على تثنية وجمع تصحيح جلال، كذلك ما دل على تثنية وجمع التصحيح قدر انفصالهم فتقول في تصغير مسلم، مسلمان لا تقول هذا يخل بالبنية فجاهل الألف والنون فتقول مسيلي مان،
مسلمون مسيلمون ربعان، مسلمات مسيلمات كما قوله وقدر انفصال ما دل على تثنية جمع تتجاهل. ألف التأنيث ذو القصر متى زاد على أربعة؟ ألف التأنيث إذا كانت رابعة صغر ما هي فيه وافتح ما قبلها، كحبلى تقول حبيلة، وذكرى تقول ذكيرة، ودعوة تقول دعية. لكن إذا كانت واقعة أكثر من رابعة إذا جاوزت أربعة قال حذفها. قالوا هي تفارق ألف التأنيث الممدودة تقول فصاء، ألف التأنيث الممدودة يستقل النطق بها لكن هذه لا تنطق وحدها، قرفصاء حرفان، لكن حبارة لا يمكن أن تنطق الألف وحدها، لا بد أن تثير قبلها براء أو بشيء لا يستقل النطق بها، قرفصاء ملتاء الألف ينزل. لكن إذا قلت حبارة الألف لا بد لها من حرف قبلها كالراء حتى ينطق بها لأن مدة له. قال هذه إذا جاوزت أربعة حذفها، فتقول في في حبارة لمدها ألف التأنيث ذات قصر وذات مد نحو المرور ذي وزن ورد وطول ومرض وزن فعل ينصر فحبارة سمها محل هيك سمها. فتقول في سبطرة، سبطرة تقول سبيطر حذفها. فإن كانت قبلها مدة زائدة فأنت بالخيار، إما أن تحذفها وتقي المدة، وإما أن تبقي المدة وإما أن تحذفها وتقي المدة، وإما أن تحذف المدة وتقيها. فتقول في حبارة سمانة حبير، حبير حذفت ألف التأنيث والمدة الأولى اللي هي ألف الأولى قلبتها ياء لأنها سبقتها ياء تصير، والقانون أن الألف إذا سبقتها ياء تقلب ياء وتقلب ياء في ياء سلسلتي. وتقول في قريثة، قريثة تقول قريث أو قريث، قريث حذفت قريث حذفت ألف التأنيث وأبقيت وتقول قريثة حذفت الألف المدة الزائدة وحذفت مكانها تصير، ولكن تقول قريث حذفت ألف التأنيث وأبقيت المدة الزائدة كل ما هو أنك أدغمت فيها ياء التصغير. يا يا قريثة يا وحبارة ألف لا فرق بينهما، وعند تصغير حبارة خير اقرأ وعند تصغير حبارة خير هو هذا الآن اقرأ توقف هنا مع السلامة.